تحت رعاية وحضور سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أقام مكتب الشهيد مساء أمس مهرجان حن لها بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير في حديقة الشهيد. حضر المهرجان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وعدد من أصحاب المعالي الشيوخ والوزراء والمستشارين والمحافظين وكبار المسؤولين في الديوان الأميري وديوان رئيس مجلس الوزراء. وبدأ المهرجان بعرض فيلمين وثائقيين بتقنية 4D في خيمة الدوم عن تاريخ البترول في البلاد والآخر عن شهداء الكويت الرياضيين. هذا وافتتح سموه جدارية شهداء الكويت التي تم تجديدها من قبل مكتب الشهيد، كما اطلع سموه على أعمال حرفية لأشبال مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وشركة نفط الكويت ومعرض لأبناء الشهداء يوثق سيرة وبطولات آبائهم الشهداء. واختتم المهرجان بأوبريت حن لها الذي قدمه عدد من فناني الكويت والذي تضمن لوحات فنية جسدت تراث البلاد في البادية والبحر. وأكد سموه في تصريح صحفي أن الدولة لا تألو جهدا في دعم كل ما شأنه تخليد سيرة شهداء الكويت وتوثيق بطولاتهم وتضحياتهم التي سطروها وبذلوها فيها أغلى ما يملكون من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطننا الغالي وأبنائه الشرفاء. وقال سموه إن هذه الفعالية التي ينظمها مكتب الشهيد تأتي تأكيدا للتوصيات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بأهمية تخليد ذكرى شهدائنا الأبرار وتقديرا لتضحياتهم. وأضاف سموه أن ما قدمه الشهداء في سبيل الكويت سيظل محفورا في قلوبنا وذاكرتنا، منوها بدور مكتب الشهيد في خدمة الشهداء وذويهم وتخليد ذكراهم وتجسيد العلاقة الوثيقة بين الشعب الكويتي وقيادته الحكيمة وتقدير من ضحى من أجل الكويت. شرفنا بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء، شاركنا في احتفالنا في العيد الوطني، الاحتفال اللي كل سنة عهدنا على نفسنا أن نقيم الحفلات نغير وننوع فيها حسب طبعا ما هو موجود لمصلحة أو للناس تبي، على أساس إن شاء الله الكل يشارك في حب الكويت وفي الاحتفالات حق الكويت. المجهود الذي يقدمه مكتب الشهيد في إحياء وتخليد ذكرى شهداء الوطن مجهود جبار، حيث كان لهذه البادرة الأثر الكبير في نفوس كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، باستذكار دائم للأشخاص الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداء للكويت، كما أنها كانت لمسة وفاء لأبناء وذوي الشهداء لتضحيات شهدائهم. بهذه المناسبة بأعياد الوطنية نحن نحتفل كمكتب شهيد، وإن شاء الله يكون هذه الأعياد على طول باستمرار في دولة الكويت. والحمد لله رب العالمين، كان العرض وايد مشوق وحلو بالعرضة الكويتية اللي كانت موجودة، بالإضافة إلى شقردي والخيمة اللي 3 دايمنشن أو 4 دايمنشن اللي هي لعرض أفلام تاريخية على الكويت شهداء الكويت الرياضيين. فكرة الجدارية الخاصة بالشهداء لاقت نجاحا كبيرا، خصوصا عندما نصبت في حديقة الشهيد للمرة الأولى، ومنها انطلقت فكرة إنشائها في حدائق المحافظات الستة. عايشة المديني، تلفزيون دولة الكويت.